أس ديال الستار على مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي في طبعته 11 التي شارك فيها 38 عملا سينمائيا على مدار أسبوع. أسبوع من العروض السينمائية رافقته فوضى في التنظيم، وتوج الفيلم الجزائري إلى آخر الزمان لمخرجته ياسمين شويخ بجائزة الوهر الذهبي، ودخل المسابقة في فئة الأفلام الروائية الطويلة. وهي جائزة اعتراف يعني وتقدير لكل المجهودات التي بذلت في إنجاز هذا الفيلم، فأحنا جد أنا جد سعداء بهذه الجائزة. يعني الواحد ما يباس با لي بغا يكمل يثابر ويقدم الأحسن إن شاء الله. أما جائزة الأفلام الوثائقية فكانت من نصيب الفيلم السوري طعم الإسمنت لزياد كلثوم، فيما حصل فيلم معركة الجزائر فيلم في التاريخ على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وفي صنف الأفلام القصيرة فاز كريم الرحبان من لبنان بجائزة الوهر الذهبي، بينما عادت جائزة لجنة التحكيم للفيلم التونسي رقصة الفجر. وعن فئة الأفلام الروائية الطويلة فقد نال الفيلم المغربي دوار البوم لعز العربي العلوي على جائزة أفضل إخراج، وحاز الفيلم الفلسطيني واجب لماري جاسر على جائزة لجنة التحكيم. بالرغم من صعوبة انه نصنع افلام، احنا عم نضل عم نشتغل على حالنا لنعطي السينما العربية وبالاخص الفلسطينية بصمة لحتى نفرجي قصصنا ومعاناتنا اليومية. فيما عادت جائزة أحسن سيناريو للفيلم المصري فوتوكوبي، وحصدت التونسية أميرة شلبي جائزة أحسن ممثلة. أما جائزة أحسن دور رجالي تقاسمها الثنائي الفلسطيني بكري وابنه صلاح. وعرفت هذه الطبعة حجب جائزة بانوراما الفيلم القصير نظرا لضعف المستوى، كما شهد حفل الاختتام تكريم الممثلة شافية بودراع والممثل السوري عبد المنعم عمايري.